مو حضار يا ابو محضر يا حلا يا دلا وريتك تدري موتك تصلح بنا خلانا احنا لا بالارض نحنا ولا بالسماء لا يا الله صدرك ويا ابو محضر يا ايش بدك يا زكا ايش صار ابو محضر ويا ابو محضر بدو بنزيد على ما لا اصلا فاهمين ايش استوى يا بلان الراشن تنو سلب كل شيء ايش استوى ايش استوى فاهمين يا ابي كنا احنا جاهزين اجي من الفراش نسكي كل شيء طيب ها وبعدين جلسنا نضحك ونقرا القرايه خمت استقمت رجعت يوم يا ريت يا ريتني لاستقمت يا ريتني طيب ليش استوى؟ قامت قصعة فصول يا قال لك انطش اوه شال نفسه وقرا بعدين الشارع الا بموتر سيكل ما قالت مهرع الرايه لفوق نزلنا حتى ما نشوف الرقم حقه ويا ابو محضر ويا ابو محضر ويا ابو محضر الله يمزيك الله يمزيك يا ابو زين يا شيخ عيب عليك الرجال حي ورزاق عادو تاني ولما انت داري اسمعك بالساعه كله تقول عقيدي عشا مش على قولته انه حي ايوه والحي يسمع ايوه هياه بيسمع نحن نحن العازي عالو وبيعرف كم نحن نحبه ونعزه ها؟ ها؟ مشان يا قبيسة نحن نحن بحق الراشن تهوري؟ أباب صلح زي يالله حرى عليك حرى يا ابو محمد يا صاحبي يا حبيبي يا ابو محمد باللي بعدك انا يا ابو محمد يا اعز اصحابي يا ابو محمد الله حرى عليك حرى يا ابو الكرشه المدندله يا اطيب قلب داخل الحافه كيف انا تمام رجع صحى صحى رجع احمدك يا الله ابو محضر ابو محضر هاي كلام ابو محضر مالك يلا يا جماعه يلا سمك يلا يلا هو ريق عسقله وحما وكلمه وانتم تقعدوا كلهم فوقهم يلا 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 هذا ابو محضر يتفرجوا عليه يلا فوزي فوزي عارف عارف فوزي عارف يلا يلا امسك امسك الكرفاش بروح له من شقي يوم قدني اداني بروح من شقي هذا وين وين عوض قم قم اتصل بالسبطان خليكم بسرعه بابور الامبلانس قول لهم الرجال ما يفر طيبان يا سريع هذا الو ها مستشفى ايوه يا اختي الله يحفظك مشي سياره الاسعاف ايوه ايوه ايش مشتيا معنا زفاف اللي بحق حتى وين يصير منام بلا انت كمان تتهابلي اقول لك معنا حاله خطيره ايش يسعف الرجال مالهم دور ها 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 نعم السواق مهلوش ها شو اللي رقم حقه؟ طيب اتصلوا اتصلوا تلفون حقكم بيخرج السيارة اتصلوا من تحقيقنا ما تحقيقنا ايوه هيا هيا بسرعة هيا تسعة ستة يا ابو محضر يا ابو يلا الله معي اسمح لي بادرة هيا الو من عيسى الله سيارة تسعة يا اخي نشي يقول الله يحفظك معنا حالة حالة خطيرة هنا ايوه ايوه كيف؟ على كيف؟ والله يزيلهم يحرق سرارهم يشتوا فلوس طيب تعال تعال يا اخي تعال ولا لك الا اللي يرضيك انت بس تعال ايوه يلا تمام ايوه 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 اسال على حافة الأنس دكان ابو محضار ايوه بالركن بالركن ايوه ايوه يلا تمام يلا بسرعة خلاص ولا يهمك اسال والف من قدر الله يفضل الله معك يفضلك يا عم حر ها؟ حر حر اسمعي يا فوزي قومي دق على اي بيت خل عندي خروج تحت المكيف نزل ما تجي سياره حق الامبلانس ليش عدني ادق على اي بيت يا عوض بدق على بيت نرجس يلا يلا على نفسي راقده زيطه والزنبليطه الخايصه البايسن عم ما تدريش راقده يعلق رقدات وين نرجس وين اقعد على نرجس ملاك ملكي قالك كسر اوقع عليك كسر بحقوك اللي انت بلا حقه فوزيا ايش في خير ابو محضر يا نرجس ابو محضر تعال شوفي ما انا ابو محضر ايش فيك دقمتك تكل يا نرجس والله ما سمعش الحمى الحمى دوق بيطلع لي الضغط يا فوزيا اهلك الضغط مكانك يا نرجس ترقدي والعطب بعدودك قتلك بطل الطمع الف مره
الحين ايش الشمالي؟ هل نشوف الرجال؟ خلنا بندخله عندك الحام يا اختي، ما تفكي له المكيف مشان يبرد قليل على بال ما يجي بابور الامبلانس. ما لا والله ما كل شيء نعز يا فوزيا، الكهرباء طافيه بعدن كله لنص ساعه. لا يا الله، ايش هذا الحب؟ طيب ايش نعمل لك معه؟ الرجال في بس سومه، سومه لبعيد. انا عارفه ايش بسوي له. ها بسوي له خلطه نرجس للطب الشعبي. يلا يلا، اول ما شربه بايقوم دالحين بايتنطط من انت الحافه. ايش في بدل الخلطه اللي بتخليه يتنطط من انت الحافه؟ هياكلوا معي. ها بسوي له ملعقتين حلتيت. ها ملعقتين قطيب. ها عشب كبزره. ها ملعقه زعفران. ها ملعقه شاهي. ها ملعقتين حوايج سته. ها قطيب وحوايج سكر في بوسقة حطوا تمشي ولا تعي حاسب بيان يا أمتي اللي قد وصفة حساء السنافر. بس خليك لك حساء السنافر، هذه وصفة سريعة ومفعولة فوري. أول ما يشرب يقوم أقول لك، بدل ما الحين نلبس إحنا الراعي لما كسيرة الإسعاف والله ما بيقوش الرجال بيموت وهم لا يجوا ولا يصلوا ولا تسهلوا. طب يلا 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 تخرج هي دحينها حمامة. حمامة ايش؟ حمامة العامة. هذا المسلسل برعاية غمضان ماكسيمم تيليكوم، وكيل نوكيا، سامسونج. نوكيا بيور فيو، كاميرا 41 ميجا بكسل، شاشة 4 إنش، تسجيل صوت بنقاوة وجودة عالية. نوكيا بيور فيو غير كل التوقعات. اعتمد دائما لواصق غمضان ماكسيمم تيليكوم، هي الضمانة الأكيدة من نوكيا. سامسونج جالاكسي S2، نظام تشغيل أندرويد، كاميرا 8 ميجا بيكسل مع فلاش LED، شاشة 4.3 بوصة، تصميم رفيع 8.49 مليمتر. الجودة والضمان من مجموعة غمضان. الوكيل في اليمن. اتصل بمش معي يقوم ابو الامبلانس فينه فينه ما جاش ويست عليك يا ابو يا اخي فين ابو نوار قال لك حرب ايش ماشي معاكم بترول اول مره اشوف بابور امبلانس بلا بترول وعادكم دخلت المحطه مطبرين ويحرق سررهم يا اخي تعال تعال احنا بنعبي لكم بترول بس تعالوا الحرب حقرا مليان بترول السوق السوداء كذا امريكا امريكا لو تدري ان الحرب حقرا كذا ما تقدر تتكلم عنها زمان يلا سريع سريع يلا سريع بسرعه بسرعه هذول مجانين عميل مطبرين عادوا والله بيوصلوا المحطه الصباح وين ها فوزيا ها اقول لك بصلحها حس السنافر ايوه الماء مقطوع اه ماشي حالك بما معدني هي ما يقعش ما يقعش يا فوزيا الوصفه هذه لازم تصلح بماء القصبة يعني لازم نطعم الدحل حق القصب ونفدق قلبك شفته الفحص والدحس حق نرجس فحصه قتلك مشي حالك بماء معدني طيب طيب خلاص وامري لا ارتفع حاسه لو كه مو اني اني صحه 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 قام نفداله وين ها انتم من؟ اوه منا؟ انا شكل الرجال فقد الذاكره يا فوزية اصبر اصبر بتأكد ابو محضار عرفتني ولا لا؟ ابو محضار من؟ اه اني فوزية بتحافتكم يا ابي زبونتك الدائمة
فوزية من؟ بو محضار من؟ نحن ويانا لهنا انتم من؟ فمن؟ وي وي يبان من صدق ومن حق وحقيقي أداء. ها كيف تهبل؟ ايوا مش مننا أداء، من أرحم الراحمين، واللي يجي لك من الرب ايش تقول له؟ قل له قبل يا فوزيا افتالا هذه اللفتة وراها مصيبة ايش معانا؟ تعال ورائي وانت ما تدري. الله خرقك. تعال يا حبيبي تعال. شو هذا يا فوزيا؟ وين؟ دفاتر الراشن. ماله يا فوزيا؟ والديون. ماله يا فوزيا؟ جيبهم. ليش؟ وقزع معهم ممسحها. ايش معانا يا فوزيا؟ يعني مسح الدين حقي وحقك. خاف الله. ايش من حرمة انت؟ خاف الله. فين بتروح عند ربي؟ ايش من يهودي انت؟ اوه ده كله عليها؟ من معين؟ شريف مكة؟ وين؟ مصوبيان مالك؟ اقول لك جبت الملاقتين الحالتيك تمام، والملاقتين الزبادي تمام، وعشب الكبزرة تمام، والملعقة الشاهي تمام، والملعقتين حواق الشركة تمام. فين المشكلة طيب؟ ما فيش مي. قال لك سبري بمي يحدري وتخارجي يا نرجس. ملا ايوه جبت مي معدنين تمام، وهذه كل الحاجات خبطته داخل مطبة حديد تمام شاطر. وقت طرحت فوق الشولة شباش، وقت لصي الشولة ما لصتش قرحتها الدبة فوقك. لا لا الدبة كملت البيبي غاز ويجعل لك إن شاء الله الحريم، ويا ريت الطبقة راحت فوقي يا نرجس كانت مربوخ من حقي هالفحص والدحس. ركبي الدبة لستيبني حقك يا أمي اللي بالركن الاحتياطي يا نرجس. ركبي الدبة لستيبني يا نرجس. فين أنت عاشق؟ فين عاشق؟ قولي لي إيش من دبة؟ أقول لك ما فيش غاز بالبلاد، معدوم أصحاب البيبي غاز لهم أسبوع ما قابوش دباب. ما تفهميش وعوض. شوف اللي فهم اللي بدا قلبك يروح يجيب لي دبه يمسك طابور. هيا يمسك لك طابور. يمسك طابور معناته بيجي بكره الصباح. قومي شوفي لنا اي حطب وحط له خارجين احنا. وصلت سيارتي نرجس. خلاص وصلت. خلاص خلاص شوف سيارتي. ربي يحبك يا ابو محضار. ابو محضار من؟ يلا يا جماعه يلا يلا يا حبيبي سيارتي. انا ايش قلت لك؟ ايش فيها فوزيا؟ مش تجيب لي الدفاتر؟ لا يا ها؟ مش انا مسح اسمي اسمك وديني ودينك ولا لا؟ ادي انا مبينة على عدد شعر راسي يا ابا 70,000 مني لا هي 100 ولا 200. فوزيا فوزيا اقول لك اصبحي وقلع الشيطان من راسك قم وقم صالحي كده. شوفوا شوفوا الرجال ده اللي انا افهمه رجل الدليل وقيا على العموم طحن يا دور الى مصلحتك يا جماعه. هذا المسلسل برعايه غمضان ماكسيمم تيليكوم، وكيل نوكيا، سامسونج. سامسونج جالاكسي اس 3 صمم لك. صمم لك. الجودة والضمان من مجموعة غمضان الوكيف اليمن. نوكيا بيورفيو كاميرا 41 ميجا بكسل، شاشة 4 انش، تسجيل صوت بنقاوة وجودة عالية. نوكيا بيورفيو غير كل التوقعات. اعتمد دائما لواصق قمضان ماكسيمم تيليكوم، هي الضمانة الأكيدة من نوكيا. تعالوا ربي سنة ما فقر هذه. يا 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 ي
قاعد ناقص. ايوه والله يما خي حبس اصحاب الرجال ونتخارج من حقه ولا لك الا اللي يرضيك. يلا يلا البتروح قاعد على طيب. يا الله نحن والبتروح انا لله وانا اليه راجعون. الرجال قدكم قدامكم ها يناسع وانتم جالسين تتحتحتوا وتتكتكتوا براحتكم. حبكت حبكت الشهد الحين يا عوض. اسمع انا بدخل اجيب الشهادات وباقي معاكم. يلا 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 انا والله ما اتحرك من هنا ولا اتزحزح الا لما تهويني تبغى العلم. يا اخي مالك اسمع همتك انا قلت لك عيب كلمتي عقب. انا قلت لك بعطيك بعطيك خلينا نسحب الرجال ولا لك الا اللي يرضيك. فهم الكلام يا اخي؟ ايش بعد ترجعين ولا يا اخي عيب امشي في سياره تسحب حقكم اليوم. السياره مركبه في الشارع عند الظل السيء. اه ضيع ضل سفر قدو ابدا مش عاقلين انتم. ما مشكله يا اخي انا بقول لك في عيال مسلحين مبنيين الشارع. ايوه سالناهم معايا ليش مبنيين الشارع؟ ها نعم يصطفوا الكهرباء من الصباح وفقدوا كله ما خلوش حد يدخل بالسياره للحافه ما يدخلش حد من الحراسه قدامك. ايه هذا كمان حراسه ومسلحين. هيا من نزل لوك. لا لا يا ابو محضار خلاص بنقبلك مقبره القطيع اقرب. ايش ذا الشتات؟ ايش ذا البلاد كلها غلط في غلط؟ يلا يلا كمان يلا 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 ابو محضار بادي سعيفك يبان على زفه يا ابي ومطربين مطربين يلا 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 الله يستر يخرج من اي مكان تقول له عفريت اهو فين الدفتر فين ندكك ندكك يا حبيب قلبي من بعد اليوم برقد بهنا مليان تعيلي برقد وبس مصحك اني على اخر زماني يعلمني الشرف والعفه ها اني على اخر زماني يعلمني الشرف والعفه هذا العوض الرمه العوض سيد الكل فوزيا ها بنيت الدفتر ها فوزيا ها هات الدفتر ها فوزيا ها قومي وقفي بشرفي ها يلا الحق الموكب حق الزفة يلا اوه يا رب الناس ما تقيش الا بالعين الحمراء. ها حتى الانسي ظلت